قلت لي بقى بعد البطولة بأسبوعين تقريباً كانت إيه المناسبة؟ كان عشاء كابتن حضري عزمك عندهم في البيت؟ لا كان بره. احنا كنا نازلين نتعشى عادي فأصلاً هو بابا الأول كانوا نازلين نتعشى فماما قالت لهم تعالوا نروح معايا يعني بس فلبسنا ورحنا وقعدنا فاتكلمت مع أنا واتكلمت معايا يعني في الأول بس كنا بنتكلم عادي يعني بس بعدين جي بقى متكلم مع ماما وبابا ما كنتش عارف أي حاجة أصلاً يعني هو ما فتحكيش في الموضوع قبل ما لا كنا بنتكلم يعني كنا بنتكلم مع بعض ان هو هيروح يعني هيروح يتكلم مع بابا وماما بس فجيت اتكلم معاهم بقى و اللي حصل. طب احكي لي عن رهبه الموقف بقى يعني لا يمكن ما فيش رهبه ولا حاجه يمكن انا كنت يعني بعد العشاء ده يمكن انا كنت معجب بيها بعد كده رحت اتكلمت من اول عشوه كده على طول يا كهربا لا ما من فتره كان يعني حاجه مش لازم نتكلم على فكره دول ما بيقولوش الحقيقه على فكره الجوز دول ما بيقولوش الحقيقه بصوا احنا هنرجع من الاول احنا في الحلقه من الاول خالص انا بحكي والله العظيم هو العصب الحضري هتضحك عليا لا والله لا 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 طب انا لا لا تحكوا من الاول وبذمه وامانه بس قال لك ما كنتش شفتها قبل هقولك ده تلاقيه في البطوله كان عمال يتقرب من الحضري وعمال يغني له الحضري عشان يتقدم لبنته ورونا الفيديو ده